أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل الصالح اليوم بالرباط أن اتفاق الصخيرات يعد الإطار الكفيل بتسوية الخلاف السياسي بين فرقاء الأزمة في ليبيا. وعبر صالح في لقاء أعقب المباحثات التي جمعته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة عن إشادته باتفاق الصخيرات الذي يعد إطارا ملائما لتسوية الصراع الليبي، قائلا إن المرحلة الراهنة والظروف السياسية التي تمر بها البلاد تملي ضرورة إدخال بعض التعديلات على الاتفاق ليجعله يستجيب لتطلعات كافة الأطراف. ومن جانبه أوضح الوزير بوريطة أن الاتفاق الذي أثمرته مفاوضات الصخيرات يشكل اليوم الأرضية الوحيدة التي يجتمع حولها كافة الليبيين، كما يشكل إطارا سياسيا لمرحلة انتقالية، أكيدا ضرورة الإسراع في استكمال المرحلة الانتقالية والمرور إلى الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية التي ستتيح إفراز المؤسسات الشرعية.